مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح بقى لفقرة الصحافة من جريدة اليوم السابع النهاردة، ومعانا زميلتنا مريم سميح مراسلة قناة الأهلي. يا مريم صباح الخير، وكده وطلعينا على آخر الأخبار الرياضية المحلية والعربية طبعا في الصحف والمواقع، اتفضلي. بصبح عليك يا نهاوند، وبصبح عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا بيسعدنا ان احنا نكون النهاردة موجودين في مقر جريدة اليوم السابع، معانا عدة عناوين هنتناقش فيها طبعا على مدار الفقرة، اهمها واولها من موقع اليوم السابع: فايلر بيبدأ رحلة منح الفرصة للدكة والمواهب الصاعدة في الأهلي، وعندنا كمان من موقع سوبر كورة: حسام البدري يطلب إقامة مباراة توجو في تصفيات افريقيا على استاد القاهرة، وكمان من موقع كورة: مؤمنة يرد على انباء رحيل السومه والعويس، واخيرا من صحيفه سبورت الاسبانيه: برشلونه يفتح اجراء تاديبيا بحق ميسي. طبعا بيسعدنا ويشرفنا ان احنا يكون معانا الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع عشان نتناقش معاه في العناوين دي. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير، اهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهدين قناه الاهلي. طبعا بدايتنا النهارده من موقع اليوم السابع: فايلر بيبدا رحله منح الفرصه للدكه والمواهب الصاعده في الاهلي. يعني مثلا عايزه اسالك، هل ده يعتبر نوع من الاطمئنان من فايلر ان هو خلاص ضمن الدوري، فهيبتدي ان هو يعني يدفع بالدكه والمواهب كمان علشان يكون في مشاركه ليهم في المباريات القادمه؟ اه طبعا، النادي الاهلي ومستر فايلر اعتقد يعني يمكن حسوا خلاص ان لقب الدوري يعني انتهى بالنسبه لهم، او بنسبه كبيره جدا انتهى بالنسبه للنادي الاهلي. فكره يعني الدفع ببعض العناصر او تخيل بعض العناصر اللي هي مش بتشارك بصفه دايمه، اكيد هتاخد يعني بعض الوقت بالنسبه للمشاركات في المباريات المحليه. لكن فايلر اكيد عنده هدف تاني مهم جدا، اللي هو بطوله افريقيا ومباراه مهمه قدام الوداد ان شاء الله يوم 25 او 26 حسب ما هتحدد. يعني اعتقد ده الهدف الاسمى بالنسبه لفايلر والنادي الاهلي، حسم البطوله الافريقيه، وبالتالي مش هيقدر ان هو يعمل تغييرات كتير قوي في التشكيلات، تشكيل الفرقه او التشكيل الخاص بالفرقه في الفتره اللي جايه او في الماتشات اللي هي المحليه. هيعمل نوع من التطعيم في بعض الوقت، يدي بعض العناصر الشابه زي ما حصل مع عربي بدر او صالح جمعه او بعض العناصر، لكن يبقى ان الهيكل الاساسي او التشكيل الاساسي اللي يعتمد عليه، خصوصا ان هو عنده غيابات وعنده بعض الاصابات، فبالتالي فكرة التحديد الإحلال أو التجديد هتبقى بحساب، وهتبقى بحساب قوي كمان. أعتقد إن يعني الدفع بالعناصر دي هيبقى يعني في أضيق الحدود يعني. طيب عندنا طبعا عنوان هام من موقع سوبر كوره، طبعا بعد ما اعلنت الكاف عن اقامه مباراتي الفراعنه امام توجو في الجولتين الثالثه والرابعه بالتصفيات في الفتره من 9 وحتى 17 نوفمبر المقبل، طلب حسام البدري اقامه مباراه توجو على استاد القاهره. شايف الطلب ده ازاي، وممكن يكون احسابات حسام البدري طبعا مدير الفني لمنتخب مصر انه تقام المباراه على استاد القاهره؟ هو طبعا المنتخب الوطني يعني يمكن في اشد الحاجه ان هو يتجمع الفتره دي، لان يعني بقى لنا فتره كبيره جدا ما اتجمعناش طبعا بسبب فيروس كورونا، ومحتاج ان الجهاز الفني يعيد النظر في بعض المراكز وبعض اللاعبين، فبالتالي محتاج ان هو يعمل تجمع يعني يفيد الفتره الجايه واستعداد للتصفيات الافريقيه. الطلب بخصوص مباراه توجو تتلعب في استاد القاهره، اعتقد ان دي بتبقى ليها سبب معنوي مهم جدا عند حسام بدري والجهاز الفني بتاعه، بخصوص ان الاستاد القاهره ليه قوه وليه هيبه، وقد يعني يتم التوافق او الموافقه من الجهات الامنيه للجماهير تحضر، فبالتالي استاد القاهره اعتقد مميز بالنسبه لمنتخب مصر، وكمان عنده مميزات ان الملعب واسع وامكانيات اخرى يعني من النجيله والامور اللي هي الخاصه بالملعب او برضيه الملعب. فاعتقد ان طلب حسام بدري ده الركيزه الاساسيه بالنسبه له. الاستعداد اعتقد الاستعداد هيبقى مهم جدا، محتاجين ان احنا نشوف بعض اللاعبين، نشوف بعض العناصر الجديده اللي ممكن تنضم لمنتخب مصر بخلاف المحترفين، ونطمن على بعض اللاعبين لمنتخب مصر. طبعا النهارده جمهور الاهلي السعودي، يعني النهارده صباح اليوم الاثنين، نقدر نقول كده ان هم صحيوا على تغريده على تويتر من طبعا عبد الله مؤمنه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي السعودي، قال فيها ان او رد فيها على طبعا تساؤلات ورحيل الثنائي عمر السوم ومحمد العويس، قال ان هم مخلصين طبعا وليس مجال للتفاوض، وكمان قال يعني وجه رساله للجمهور الاهلي السعودي ان هم لا ينجرفوا خلف الشائعات. تعليقك على الخبر؟
هو طبعا يعني مع كل انتهاء المواسم او انتهاء الـ يعني فتره القيد او فتره الانتقالات بيحصل نوع من المفاوضات ما بين اللعيبه وخصوصا اللعيبه الكبار في كل الدوريات وعلى راسهم الدوري السعودي. طبعا عمر السومه من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه للاهلي، لكن اعتقد ان يمكن ده تصريح قفل الباب قصاد عمر السومه، خصوصا ان عمر السومه كمان ارتبط اسمه بالاهلي المصري اللي كان فيه مفاوضات مع عمر السومه عشان يحصل نوع من الانتقال، لكن اعتقد ان ده يعني قفل الباب تماما قدام عمر السومه. الاهلي السعودي عنده مهمه صعبه جدا في دوري ابطال اسيا، فمحتاج لكل لعيبته ومحتاج لكل العناصر بتاعته، فاعتقد ان عمر السومه ومحمد لويس من العناصر الاساسيه اللي هيحتاجها الاهلي السعودي. يعني اخيرا طبعا يعني لا نغفل كل الضجه اللي حصلت خلال الفتره الماضيه على ليونيل ميسي ورحيله عن برشلونه، فكان من صحيفه سبورت الاسبانيه برشلونه يفتح اجراء تاديبي بحق ميسي طبعا ان هو النهارده لانه غاب عن المسحه كورونا، فقرر النادي ان هو يعني يفرض عليه اجراء تاديبي ويخصم كل يوم غياب، وطبعا هو عايزين نقول ان هو بياخد 110 الف يورو في اليوم، فهيكون في خصم يومي من هذا المرتب. تعليقك على الخبر. ميسي طبعا لاعب محترف ومن احسن لعيبه العالم وافضل لعيبه العالم، تصرفه يمكن تصرف يعني ما عجبش كتير من الناس خصوصا الناس اللي بتحب برشلونه، يعني يمكن التصرف الصحيح ان هو لو عايز ينهي عقده مع برشلونه او ينتهي الفتره دي يحصل نوع من الجلوس مع اداره النادي، واعتقد ان لاعب بحجم ميسي وبشعبيه ميسي محتاج ان هو تكون تصرفاته على مستوى او على قدر نجوميته. تصرف يمكن اللي عمله بخصوص ان هو امتنع عن الحضور او ان هو بعت طلب بانهاء عقده لازم يكون في احترافيه في التعامل، خصوصا كمان ان رابطه الدوري الاسباني اصدرت بيان رسمي وقالت ان العقد بيقول ان لازم يدفع 700 مليون يورو شرط جزائي. لازم اللاعب يعرف ان هو محترف زي ما بنطلب من هنا بلاعبتنا ان هم يكونوا محترفين ويتعاملوا باحتراف، فتصرف ميسي ده اعتقد غير مسؤول وهو مش على قدر مسؤوليه او قدر نجوميه ميسي، فاظن ان ممكن الامور تتطور اكتر من كده لان هو خلاص خد قرار بان هو يمشي، قد يحدث ان الامور توصل للفيفا او توصل لمحكمه رياضيه، ما كناش نحب ان احنا نوصل للمرحله دي خصوصا مع ميسي. يعني بشكرك جدا، نورتنا، نورت شاشه قناه الاهلي، شكرا ليك. شكرا. ده طبعا كان حوارنا مع الناقد الرياضي رامي عبد الحميد من مقر جريده اليوم السابع، بشكركم جدا، وطبعا هو اكيد اعطانا يعني تحليل وافي لكل العناوين الصحافه اللي كانت معنا النهارده على المستوى العربي والمحلي وكمان العالمي. عوده الى الاستوديو مره اخرى. انا طبعا بشكرك جدا يا مريم، لكن عندي سؤال اخير، طمنينا على عمرو السوليه، ايه الاخبار؟ المفروض ان هو كان رايح يعمل رنين مغناطيسي ونعرف من النتيجه بعد كده هو هيشارك ولا هيبقى فيه مثلا يعني توقف فترة، خلينا نطمن منك لو لديك أي معلومات. حتى الآن يا نهاوند يعني لم يطلعنا طبعا النادي على أي بيان رسمي بخصوص عمرو السولية، فإحنا طبعا بانتظار الأخبار الرسمية عن حالته الصحية وهل سيكون في مشاركة خلال الأيام المقبلة أو إن إصابته هتمنعه من المشاركة، ده طبعا مستنينه في بيان رسمي أو أخبار رسمية من النادي إن شاء الله. رائع جدا، نشكرك مريم سميح زميلتنا العزيزة.